وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟ خضر عبد القادر، فلاح عين والسارة. ما شاء الله، المجمع تاعك كيفاش بدات المغامرة هادية؟ شحال كيفاش بديتوا؟ وداك شحال عندكم من فرع وشي تخصصات لي؟ كيف بدينا قصة كبيرة ما تخلصش. بدينا في لي زاني 80 وانا دي 60 اخر 70 200 فلوس اسوسي مع خويا في الدار تاعنا. بوليتشر. ومن بعد بدات بالعقل 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 حتى الحمد لله الان عندنا دي سونتين دي زيكتار فيما يخص الاربور كولتور انواع الاشجار. عندنا كذلك عده دي فيرم فيما يخص لا روبرو دان لا روبرو شير لونغريسمون كوفاج فابريك داليمون ثاني دي كرون بارونتو تاع الحوت. عندنا ثاني لاباتوار افيك لا ترانسفورماسيون. حوالي ما بين 600-700 عامل. عاملة مباشرة؟ مباشرة، اما غير مباشرة فيها اكثر من 800 غير مباشرة. وش هو ربما اخر مجال تحنتو؟ نعم، اخر مجال تحنتو. نحن دائما في التجارب، في التجارب. مثال ان شاء الله في المستقبل سنستعمل الذرة للاستهلاك، لان الان الذره تاتي من الخارج كونجلي وبعد ذلك يدعى في لي بوات دو كونسيرف. احنا ان شاء الله حنجربوا فيها باش تولي هذه الذره تخدم لوكال. في هذه السنه سنزرع حوالي 70 هكتار بالبيفو وكلك هكتار بالليريغاسيون افيك لو غوت ا غوت. نشوفوا بلي الجزائر مرت بازمه، يعني هكذا تاع البيض غالي، مرت بالدجاج غالي. لا لا، هذا هو اللي فيما يخص السوق العالميه تاع لي ماتير بريمير تاع المايس والسوجا، ولكن مبشرات بالخير ان شاء الله في الانتاج العالمي راح يصعد هذه السنه ويحبط المواد الاوليه تنزل في السوق العالمي، وان شاء الله هي البيض والدجاج ينزلوا، البيضات تنزل ان شاء الله. نقدروا نشوفوا بعض المنتجات تاعكم اللي راكم تستعملوا؟ بسم الله، تفضل. هذا موكل المنتجات فيما يخص لاباتوار، هذه فيما يخص لاباتوار. دونك المذبح تاعكم شحال الطاقة للساعه تاعو؟ الطاقه اذا كان داند حوالي 2000 الى 3000، اما اذا كان ديك اما الدجاج حوالي 6000 حتى 7000 في الساعه. ونشوفوا ماكم ديروا باتي ديروا؟ نعم، هذه لا ترانسفورماسيون مشتقات نعم. حتى عندنا في مواد اخرى مثال الزيت لونغريس، وعندنا كذلك فارين دو بليم، عندنا فارين دو فيوند. مثال لا فارين دو فيوند تستعمل الاكل، نبيعوها الاكل تاع الكلاب والقطط. ها دونك حاجه ما تترمى، حاجه ما تترمى، حتى ما تترمى، كل حاجه تستهلك. ومازال الخير قدام ان شاء الله؟ مازال الخير، مازال في التجارب ان شاء الله بالله. نقدروا نحققوا الاكتفاء الذاتي في الفلاحه ان شاء الله في الجزائر؟ إذا كان سؤال صعيب، سؤال صعيب، لابد من مجهود وناس مخلصين في هذا الميدان. دوك عين والسارة والجلفات مشهورة يعني بالفلاحة ما شاء الله. إيه مشهورة، ولكن لابد يلزمنا ناس أهل العلم يمشوا مع الميدان. لابد الجامعة تخرج إلى الميدان. وهذه النظريات اللي تقرأ في الجامعات لابد تخرج إلى الميدان وتستعمل الميدان. بارك الله فيكم.
صباح النور، مرحبا بكم. معك بن علي طارق، مسير شركة أكوا برو لتربية المعيات. احنا شركة من بين الشركات تاع مجمع أفي خيدر، متخصصين في تفريخ البلطي الأحمر وحيد الجنس الذكر الطبيعي NMT، وهي التكنولوجيا جبناها من هولندا، وحنا من بين 11 مزرعة على المستوى العالمي التي تحوز هذه التكنولوجيا لإنتاج أسبوعية البلطي الأحمر وحيد الجنس الذكر طبيعي بدون استعمال أي مواد كيميائية أو هرمونات. احنا رانا هنا في القطر الوطني يعني الرائدين في المجال، نوزع الأسبوعيات على الفلاحين ليقوموا بعملية تربية مائيات مدمجة مع الفلاحة، والتي أعطت نتائج جيدة ومشجعة على المستوى الوطني. شحال يوصل ربما مع الأخ لإنتاج الوزن تاع السمكة؟ الوزن بداية من 3 غرام في 5 إلى 6 شهور يلحق إلى 500-600 غرام للوحدة الواحدة. وش هي ربما طموحاتكم في المستقبل في هذا المجال؟ طموحات إن شاء الله بغينا نلحقوا إلى إنتاج أكثر من 20 مليون أسبوعية في السنة، وذلك البغية أنه نكون عنصر فعال في تربية المائيات المياه العذبة، واللي تندرج في يعني البرنامج المسطر من عند الحكومة للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي للمواطن الجزائري إن شاء الله. لكن ايضا المواطن حبنا، لكن انا مسالك عن هذه الاسماك اللي تصدر ما يجيش بنين. لا، هي كانت هذه نظره قديمه وخاطئه، ولا قد تصححت، والمواطن درك اخذ نظره جيده بعد الحملات الترويجيه والبيع الترويجي اللي قامت به الغرفه الوطنيه مع الوزاره منذ سنتين، اين تم بيع كميات كبيره من البلطي الاحمر، والمواطن لقى استحسان كبير والقابل للمذاق تاعو جيد، لا يختلف كثيرا عن المذاق تاع البحر، لذلك الان كاين اقبال عليه والناس بدات تعرفوه. يعني كان عنده نظره عن جهل، يعني مذاقش حكم عليه مسبقا؟ لا ما نقدرش نقولوا عن جهل، كانت عنده لانه النظره اللي مقبل انه ذاق اسماك المياه تاع السدود، وهي عندها شويه انقو مختلف نسبة لأن الوسط اللي عايشين فيه. بصح لا، هذه أسماك تاع تربية في وسط مليح كونترولي، وسط جيد، المذاق تاعو رائع، كثير من المواطنين استساغوا هذاك الشيء وراه يثبت وجوده في السوق على كل حال. شكرا لك، ربي يحفظك، بارك الله.